متابعينا الكرام في طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. صباح الخير، نستعرض معكم الآن توقعات الجوية الخاصة بالمملكة نهار هذا اليوم. نبدأ معكم بتوقعات العاصمة عمان، أجواء مستقرة صحو هذا النهار مع عظمى متوقعة في مرتفعات العاصمة بحدود 17 درجة مئوية، تصل إلى حدود 20 درجة مئوية في أنحاء عدة في العاصمة الأقل ارتفاعا عن سطح البحر، وأجواء مستقرة لهذا اليوم الاثنين بمشيئة الله. نبدأ معكم توقعات المنطقة الشمالية لهذا اليوم، نلاحظ معكم أجواء غير جزئيا في عموم هذه المناطق، هنالك احتمالية ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة من الأمطار في أجزاء محدودة من المنطقة الشمالية، لكن الاستقرار هو سيد الموقف مقارنة مع الأيام الماضية، مقارنة أيضا مع الأيام القادمة، حيث هنالك توقعات بقدوم منخفض جوي جديد. درجات حرارة العظمى متوقعة في هذه المناطق بسائرها بحدود 18 إلى 19 درجة مئوية، تكون أقل من ذلك في مرتفعات جرش وعجلون بمشيئة الله تعالى. توقعات المنطقة الوسطى باقي المناطق، نلاحظ معكم درجات حرارة عظمى متوقعة ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية في السلط ومادبة والزرقاء، في حين تصل إلى البحر الميت إلى منتصف العشرينات درجة مئوية مع ظهور تشكيلات من السحب على ارتفاعات مختلفة. توقعات المنطقة الجنوبية أجواء صحوة مستقرة لكنها أقل كدرجات حارة مقارنة بباقي المناطق نظرا لارتفاعها عن سطح البحر. نلاحظ معكم العظمى تتراوح في هذه المناطق ما بين 14 إلى 19 درجة مئوية في مدينة معان، في حين تكون الحارة العظمى في مدينة العقبة 25 درجة مئوية تقريبا مع أجواء مشمسة. توقعات المنطقة الشرقية درجات حرارة تلامس حاجز 20 درجة مئوية، أجواء مستقرة وصحوة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.